استاذ صلاح، حضرتك اليوم جاي دعما للاعلام، وحضرتك شفناك عم بتتابع المحاكمه التي تجري في لاهاي، محاكمه زميلي كرمه خياط وقناه الجديد، شو رايك؟ نحن هنا للتضامن مع الزملاء في الجديد والاخبار للتاكيد على حريه الصحافه في لبنان، احدى اهم الثوابت الديمقراطيه في هذا البلد، ونحن حريصين على الدفاع عن حريه الصحافه، عن حريه الاعلام، عن حريه التعبير في هذه المرحله. ولكن بنفس القدر نحن ايضا حريصون على عدم تسييس اعمال المحكمه الدوليه وادخالها في متاهات وزواريب السياسه المحليه اللبنانيه، حرصا على الحقيقه وحرصا على اجواء التضامن الوطني لكشف حقيقه جريمه اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري. لكن اليوم يعني كنت حضرتك عم بتتابع وكانه في حسره، وكانك تقول انه ليس هنا المسار العداله وبمحاكمه اعلاميين، يعني محاكمه الاعلاميين الم تشكل صدمه لصلاح سلام؟ اليوم محكمه دوليه للاعلاميين. من حسن الحظ ما شاهدناه اليوم هو جلسة استجواب وليست محاكمة، وأنا أعتقد أن هناك مسافة كبيرة بين الاستجواب والمحاكمة، والدفعات التي قدمها المحامون الجديد واضحة جدا، حتى أن رئيس الادعاء أعلن أنه يعني أحيط علما بهذه الدفعات وسيدرسون لاحقا، وانا اتمنى ان لا يتحول هذا الاستجواب الى محاكمه، وان تكون اي محاكمه على اي تقصير من اي صحفي او اعلامي لبناني ان تتم على الاراضي اللبنانيه وليس خارج الاراضي اللبنانيه، حرصا على السياده اللبنانيه اولا، وحرصا على انظمتنا التي دفعنا ثمنا غاليا، ثمن حريه الصحافه في لبنان. نعم، اخيرا استاذ صلاح، هل تعتبر اليوم بان ما جرى انتهاك ايضا لمبدا حريه الاعلام في لبنان ولدستور اللبناني؟ يعني قد يعتبره البعض بمثابه انتهاكا، وقد يعتبره البعض بمثابه تعد على حريه الاعلام في لبنان، ولكن علينا نحن ايضا ان نكون على مستوى المسؤوليه، وان لا نضع مجالا لاي طرف خارجي ان يتدخل في شؤوننا الداخليه، وان يحرجنا الى مثل هذه المواقف التي نحن في غنى عنها. شكرا استاذ صلاح.